السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة وتجربة للفورد موستانج 2021 نسخة الماك 1 أو الماك 1. السيارة هذه تعتبر مميزة، فئة خاصة من الفورد موستانج، تتميز بأمور كثيرة عن النسخ الأقل منها، أبرزها زيادة في عدد الأحصنة تقريبا بحوالي 20 حصان، زيادة في أنظمة التبريد الخاصة بالديفرنس والجير بوكس والمحرك أيضا، زيادة في جودة نظام التعليق اللي يخلي السيارة أكثر ثباتا. طبعا السيارة جاية بمحرك 5 لتر 8 سلندر تنفس طبيعي يولد 480 حصان وبقوة عزم دوران 570 نيوتن متر. جير بوكس السيارة جايب الخيارين، اما جير بوكس اوتوماتيكي بعشر سرعات وهو نفس السياره اللي موجوده معنا، او جير بوكس مانيوال او عادي بست سرعات. بالنسبه لمصروف الوقود، السياره كل لتر يمشيها تقريبا 10.1 كيلو. خلينا ناخذ نظره سريعه ونشوف ما شاء الله تبارك الله جماليه السياره. السياره نسخه الماك 1، الكت اللي فيها طبعا مختلف ومميز، فيها تطعيمات باللون الأسود في الواجهة، الكت بصراحة واللون ما أحكي لكم، الكاميرا تتحدث. جمال السيارة فعلا أنا أشوفها موستنج الفاتنة، ما هي موستنج ماك 1. أنا واحد بصراحة أحب سيارات فورد، يمكن كثير منكم يعرف هذا الكلام لعدة أسباب، ولكن صدقا أول مرة أجرب نسخة الفورد موستنج أذهلتني وبقوة. عرفت ليش؟ هي من أكثر السيارات الرياضية مبيعا في العالم. السيارة جدا رائعة، السيارة لسه احتفلت من فترة قريبة بعدد سنوات طويلة، أعتقد 84 عام على إنتاج الفورد موستنج. لكن الماك 1 أو الماك 1 اللي تحصل له فرصة يجربها يا جماعة، أنا متأكد أنه السيارة راح تعجبه كثير. السيارة مميزة بالكت الخارجي، من الداخل ما فيها فروقات كبيرة عن نسخ الموستنج الأخرى، ولكن الكت الخارجي، الألوان المميزة، التطعيمات الموجودة في السيارة. عاد شوف شكل في واحد حكينا في المواقف، احنا والله ما حكينا أحد، لا التساخ. يلا طبعا هي حتى لو مو سيارتي صدقا يعني يهمني أن أرجعها الفورد زي ما استلمتها. السيارة ما شاء الله تبارك الله ولا غلطة في الشكل الخارجي. خلينا نطلع نجرب السيارة مع بعض ونعطيكم بعض المميزات والعيوب من وجهة نظرنا، ولكن قبلها لازم نسمعكم صوت الإكزوست. بالنسبة لصوت العادم أو الإكزوست تقدر تتحكم فيه بضغطة واحدة على زر موستانج الموجود في الدركسون، راح يظهر لك نمط العادم. قبل شوي كان على العادي، تقدر تخليه على الهادي يصير أكثر هدوءا إذا تحب تهرب من صخب الموستانج قليلا. لا تبغى ترجع على صوت العادم الأعلى، روح على العادي أو عندك الرياضي. طبعا الأصوات فيها اختلاف بالنسبة لصوت العادم بين بعضها البعض، وتقدر تختار نظام على الحلبة، وتقدر كمان تختار التشغيل الهادئ. شو هو التشغيل الهادئ؟ فلنفترض انت توقف سيارتك داخل جراج فما تحب تزعج اهلك او تزعج جيرانك، تقدر تخليها على التشغيل الهادئ. لا، وتقدر تضبط وقت التشغيل، فمثلا تقدر تخليها من الساعة كذا للساعة كذا في فترة الليل مثلا تشتغل على وضع التشغيل الهادئ، وفترة النهار لا يرجع صوتها الطبيعي. طبعا التحكم فيه بضغطة زر، والشاشة متاحة باللغتين العربية والإنجليزية. طبعا تسارع السيارة من الصفر للمية حسب الأرقام المعلنة تقريبا 4.2. خلينا نجرب لكم تسارع خفيف كذا على الوضع الرياضي من الصفر للمية. عاد في واحد من المتابعين على السناب شات وصديق في نفس الوقت يقول نفسي اشوف شكلك وانت تسوق الموستنج، هو يفكرني بسوقها كذا. لا يا صديقي، صحيح انه مقاعدها يدويه، ما ننكر انه مقاعدها يدويه، لكن ترى تقدر ترفع المقعد لين يصير مستوى الرؤيه بالنسبه لك
ممتاز جدا سواء كنت شخص قصير أو شخص طويل. مع المقاعد الرياضية الموجودة في الفورد موستانج بصراحة مستوى الرؤية ولا غلطة. أما بالنسبة لي كشخص قصير في مقعد الراكب فما أقدر أرفع المقعد، فبلا مبالغة جبهتي توصل هنا عند ماك ون مع رقم الهيكل، يعني قد أقول إلى هنا يعني عشان ما أكون بالغ. أما مقعد السائق عيش حياتك، استمتع بالكيرفات، استمتع بنظام الثبات المغناطيسي مع رؤية رائعة جدا. كنت أتمنى أنه تجربة السيارة في المركز عشان نوريكم كيف السنسورز اللي موجودة لقياس ميول السيارة عشان نظام الثبات المغناطيسي يتكامل مع نظام الثبات، أو خلينا أقول عشان يصير تكامل بين نظام الثبات ونظام التعليق عشان يعطيك أفضل ثبات ممكن. بصراحة ثبات السيارة أكثر من رائع، أكثر من رائع. صحيح ما جربتها على سرعات عالية، ولكن على سرعات معقولة زي ما أنتم شايفين الثبات ولا أروع. السيارة كل تفصيل أو كل نقطة فيها خليني أقول ممتعة. التبديلات الخاصة بالجيربوكس يا جماعة متناسقة مع أوضاع القيادة بشكل رهيب. فعلى سبيل المثال الآن بمجرد أنه أحط السيارة على الوضع الرياضي، طبعا تقدر من عصا التعشيق نفسها وتقدر من هنا أنه تضع السيارة على الوضع الرياضي، الجيربوكس بمجرد أنك بس تقول له كذا، خليني أوريكم كأنك تقول له أنا أبغى أدوس، بس أعطيته كذا خلاص حيقعد دائما حاشر. شايفين الحين رفع أربع رجلي على الدعسة، حيقعد دائما حاشر. ليش؟ عشان يقول لك أنا جاهز في أي لحظة أنت تبغى تدوس. تمام، بمجرد أنك تهدي على السيارة شوية، تتركها مثلا 15-20 ثانية وأنت تسوق بهدوء، راح تلقى الجيربوكس رجع يصير يبدل بسرعة أعلى. و نفس الكلام ينطبق على الوضع الرياضي البلاس، وعلى وضع الحلبات، وعلى وضع القيادة العادي، وعلى وضع الدراج. فكل وضع من أوضاع القيادة راح تختلف فيه السيارة من الدركسون إلى تبديلات الجيربوكس إلى نظام التعليق. مع العلم أنه كمان تقدر عن طريق الأزرير اللي هنا تطفي التراكشن كنترول تتحكم في الدركسون هل هو عادي أو مريح. فهنا نظام توجيه مريح او عادي او توجيه رياضي. الرياضي راح يكون الدركسون فيه اثقل، الرياضي زي ما ذكرت لكم هو اثقل واحد، المريح راح يكون اخف واحد، والعادي مرحلة متوسطة ما بين الرياضي وما بين المريح. السيارة طبعا فورد موستنج، يعني طبيعي انه راح تحتوي على كل انظمة السلامة والامان تقريبا. السيارة فيها ايرباجات كاملة، ايرباجات أمامية جانبية. السيارة حتى وإن كانت سيارة رياضية إلا أنه فيها البلايند سبوت اللي راح يخليك تقود السيارة داخل المدينة بأريحية أكثر. النقاط العمياء موجودة في السيارة، التحذير من التصادم الأمامي موجود في السيارة أيضا، التحذير من التصادم أثناء الرجوع للخلف. فلما تكون راجع السيارة للخلف وفي سيارة جاية من اليمين أو اليسار، مباشرة راح يظهر لك التنبيه على الشاشة. أيضا نظام البقاء والحفاظ على السيارة داخل المسار والعودة للمسار متوفرة في السيارة. فلاحظوا الآن أنا رفعت يدي من على الدركسون، بمجرد أنه لمست الخط الأبيض رجعت السيارة لداخل المسار، ولو راحت للجهة اليمنى أيضا نفس الكلام. لاحظوا السيارة قاعدة تمشي داخل المسار بشكل ممتاز وواضح، وبنفس الوقت أظهرت لي رسالة على الطبلون أنه اترك يدك على المقود عشان هي فقط نظام مساعدة وليس نظام قيادة ذاتية. طبعا مثبت السيارة موجود في السيارة، ولكن النسخة اللي معنا لا تحتوي على رادار. مثل ما تعرفون في هذا النوع من السيارات يهمهم كثير انه يحافظوا على وزن السيارة بشكل افضل، فبالتالي كثير من الأنظمة ممكن يستغنوا عنها ويتجاهلوا وجودها في السيارة في سبيل انه يحافظوا على وزن اقل للسيارة. لذلك مقاعد السيارة يدوية، الديكورات الداخلية فقط تقريبا الأساسيات هي اللي موجودة، الشاشة موجودة عندنا شاشة بنظام سينك 3، التكييف منفصل المناخ للراكب وللسائق، تقدر تتحكم فيه عن طريق الشاشة أو عن طريق الأزرير الموجودة هنا. طبعا الشاشة موجود فيها نظام ملاحة مدمج
وبنفس الوقت تقدر تستخدم الاندرويد اوتو او الابل كار بلاي. الازرير هنا جدا شكلها جميل، يعطيك ايحاء رياضي جميل. الزر هذا للتحكم بوضع القيادة، هنا للتحكم بوضع الدركسون، هنا للتراكشن، وهذا للفليشر او الرباعي، وهنا زر تشغيل واطفاء السيارة. طبعا الطبلون عبارة عن شاشة في مجموعة من الخيارات تقدر تتحكم فيها بمجرد انك تضغط بس على علامة موستانج او على الاعدادات، ايضا راح يدخلك للخيارات، فتقدر تختار النمط الخاص بالقيادة، تقدر تختار نمط صوت العادم، تقدر تختار التراك ابليكيشن. ايش هو التراك ابليكيشن؟ التراك ابليكيشن هذا خلينا نقول برنامج للحسابات على الحلبة. فعلى سبيل المثال تقدر تختار خيارات التسارع، فلو تختار مثلا من 0 الى 100 مباشرة راح يظهر لك على الطبلون زي ما انتم شايفين. بمجرد تتوقف السيارة واضغط اوكي راح ينور معي لين يعطيني الإضاءة الخضراء، تنطلق السيارة راح يحسب لك تسارعها من 0 إلى 100. وكمان تقدر تحسب أداء الفرامل وتوقيت اللفات إذا كنت داخل حلبة. فخليني أقول عنه برنامج خاص بالحسابات على الحلبات الرياضية. الآن مؤشرات القياس، تقدر أنت تعرض مؤشرات القياس اللي أنتوا شايفينها هنا، وتقدر بنفس الوقت تختار أنت إيش مؤشرات القياس اللي تحتاجها. عن طريق التهيئة تختار أنت إيش مؤشرات القياس اللي تحتاجها أثناء قيادتك عشان تظهر معك على الشاشة الرئيسية. في الدركسون كل شيء تقريبا موجود. هنا في عندنا أزرار التحكم بالخيارات للأعلى الأسفل، أيضا الأوامر الصوتية، وفي عندنا هنا النافيجيشن والتليفون أو الهاتف، وأيضا زر الموستنج اللي وريتكم إياه يطلع لك الخيارات. وعلى الجهة اليسرى التحكم بصوت الراديو، وفي الأسفل هنا التحكم بمثبت السرعة. لاحظوا هنا ايش يقول لنا، تحذير السائق مرهق يوصى بالاستراحة. ابداع. بس عشان كنت اصور مع انه في عندي مصور، لكن الكمبيوتر حسب وشعر بانه وضعنا مش تمام فسوى لنا تنبيه. تكييف السيارة الرائع جدا، استخدمت السيارة في دبي في درجة حرارة مرتفعة 33-35، قاربت في بعض الايام الى 40 درجة مئوية. بصراحة التكييف ولا غلطة. اي نعم انه مكسورة السيارة صغيرة، ولكن برضو اداء التكييف رائع، فغالبا ما احتجت انه اعلي درجة سرعة المروحة عن 1، دوما انا مشغلها على 1، ومع ذلك ما في ولا لحظة شعرت انه الجو حار. واحدة من العيوب الموجودة في السيارة للامانة سعة التخزين. برضو عارف انه هذا النوع من السيارات ما حد راح يشتريها عشان يحمل فيها عفش، ولكن وجهة نظري انه السيارة الفورد موستانج سيارة رائعة جدا للاستخدام داخل المدينة، للمتعة في الحلبات، وايضا للسفر. السيارة تقدر تسافر فيها وتستمتع فيها، فليش ما صارت سعة التخزين اكبر بقليل؟ اتصرفوا، شيلونا الكفر الضخم هذا وحطونا كفر احتياطي اصغر، ممكن نستفيد من المساحة الموجودة داخل شنطة السيارة بشكل اكبر. قد لا تشكل هذه المشكلة عند البعض اي اهمية، ولكن وجهة نظري انه شنطة السيارة ما راح يستفاد منها نهائيا مع وجود هذا الكفر الضخم بداخلها. طيب يا جماعة ايش ميزات وعيوب الفورد موستانج بوجهة نظري؟ بصراحة الجير بوكس لما تحطه على الوضع العادي بحكم انه 10 سرعات فيحاول يوفر بنزين فيبدل بسرعة، فهنا يسوي لك شوية اهتزازات في السيارة، على العكس لما يكون على الوضع الرياضي او الرياضي بلس ابدا ما تشعر بهذه النتعات، وتشعر خليني اقول بجبروت الجير بوكس. ما شاء الله تبارك الله وقت التبديل خصوصا مع الدعس على السيارة تحس الجير بوكس كده يفك النمرة بشكل مرة رهيب، يعطيك الشعور الرياضي، يعطيك المتعة في القيادة، يعطيك صوت النغم على الاكزوست بشكل رهيب جدا. لكن على الوضع العادي كنت أتمنى أنه يكون أكثر هدوء وأكثر نعومة من الوضع الموجود حاليا في السيارة. الأمر الثاني مصروف الوقود. على حسب بطاقة كفاءة الطاقة اللتر الواحد يمشيك 10.1 كيلو متر. طبعا احنا نعرف أنه غالبا الناس اللي تشتري هذا النوع من السيارات ما تبحث عن توفير الوقود، خصوصا إذا اختارت فئة الثمانية سلندر. ولكن بالمجمل إذا أنت تسوق صح تصرف الوقود ممتاز أو جيد خلينا أقول عنه،
ممتاز كفئة وجيد بالمجمل، لكن إذا أنت تدوس على السيارة وتسوي زي ما سوى أبو فيصل قبل شوية، ترى مصروف الوقود جدا عالي. يعني تقريبا أنا اليوم صرفت نص التانك خلال 3 أو 4 ساعات تجربة السيارة الفيديو. أنا صرفت نص التانك، التانك تقريبا 60 لتر، فخلينا أقول صرفت 30 لتر خلال ساعات بسيطة. لكن إذا بتسوق كويس مصروف البنزين معقول. البعض بيسألني طب بالمختصر المفيد هل تنصح بشراء هذه السيارة أو لا؟ راح أعطيك وجهة نظري ورأيي بالمختصر المفيد. إذا كنت تبحث عن سيارة رياضية اعتمادية من شركة عريقة تقدر تستخدمها داخل المدينة، تقدر تستخدمها للسفر، تقدر تستمتع فيها داخل الحلبات، أنا أشوف أن فورد موستنج واحد من أفضل الخيارات. أكثر شيء يشدني بموضوع الفورد موستنج هي الاعتمادية وسهولة الصيانة. كثير منكم يتابعنا ممكن على السناب شات وشاف كثير من الصيانات اللي سويناها لسيارات فورد وأيضا لفورد موستنج، وشفتوا كيف كان الموضوع الخاص بالفحص سهل جدا، الموضوع الخاص بالإصلاحات أيضا سهل جدا. وأتمنى بالفعل أنه تتوفق في شرائك للسيارة اللي تناسبك. ختاما أنا أعرف أنه ما أشفيت غليلكم، ما جبت لكم كل شيء تتمنوه حول الفورد موستانج وخصوصا نسخة الماك 1 الرائعة لعدة أسباب منها ضيق الوقت. فالشكر لكم أنتم متابعين الكرام اللي تابعتونا لهذه الدقيقة. الشكر أيضا لفورد الشرق الأوسط اللي وفروا لنا سيارة التجربة. وإذا تحبوا تشوفوا تفاصيل أكثر وأكثر عن هذه السيارة أنصحكم تتابعون قناة المبدع حسن الضفيري، قناة سيايير. راح أحط لكم رابط تجربة الفورد موستانج الماك 1 2021 في أول تعليق في الفيديو وأيضا في وصف الفيديو. تحب تشوف معلومات أكثر تقدر تشوفها على قناة حسن. نستودعكم الله ونلتقيكم على خير، وكل عام وأنتم بخير.